حياكم الله احبابنا ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه. ضيفي اليوم اللي راح انطلق معه قصائد، ابيات، كلمات، يتعب على القصيده. الكلمه اذا سمعتها تقول هذا منين يجيب الكلام؟ هذا مخاوي. والجميل في الشاعر انه دائما يكون مبدع ويبدع بهذه الكلمه ويشحذ الكلمه من هنا ومن هناك بحيث انه يقدم الشيء الجديد، واذا ظهر على جمهوره يقول يا جماعة أنا عندي شيء جديد. لذلك هذا الضيف هو مشكلته أنه دائما متجدد، وإحنا مشكلتنا معانا بيه كل يوم ويانا. فمشكور على تلبيته هذه الدعوة الشاعر الجميل يوسف الشطي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير دكتور، شلونك؟ حياك الله ويا هلا مرحبا. أنا سعيد بوجودي وياكم، وسبحان الله الواحد في أماكن تعود أنه يكون فيها كل موسم لازم يكون موجود، والراي من الاماكن اللي انا اشعر فيها ان انا ببيتي. يا اخوي لذلك لو ما طلبتوا مني انا راح اطلب منكم ان انا اكون لا يا اخوي احنا بالعكس نتشرف فيك ونسعد فيك. وانا لما اتكلم وتحكي من المقدمه انا ودي احكي الصراحه كثير يعني في حقك، لانك انت فعلا متجدد وفعلا الكلمات تتعب عليها وتتعب على هذه القصيده. انت تجاهد مع القصيده؟ تتعب نفسيا مع قصيدتك ولا فعلا سبحان الله من البيت الاول؟ لا اتعب جدا. تنفذ السبحه معك احيانا من اول بيت تفتح معي، بس اذا فتحت معي كما لو كان في 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 شيء داخلي ينقلني الكلام لما تفتح. نعم. لكن اذا ابي ابني بناء ملحمي، نعم، لا احتاج اقرا واركز واتمعن وافصفص وادقق على كلام وادقق على كل شيء. فلا القصيده مو بناء القصيده مش شيء سهل يعني. لا جد جدا مو سهل. ذكرت اشياء الملحمي اللي هي القصيده الوطنيه غشمشم. الغشمشة لا بمالك الكويت اللي هي الخز الموشب الذهب. هذه صراحه ما انا قادر احفظ انا بيت صراحه لجماليه البيت ولخطوره الكلمه. خايف اني اخطب بالكلمه، خايف اخطب في الفتحه بالضمه او غير. وهذه هذا جاهدت تعبت فيها. هذا الخوف من الفصيح. الفصيح ما في مجال للاخطاء، لازم تكون دقيق. اي نهائيا. لذلك والكلمه ثقيله. اي الفصيح لا ثقل. حتى لما اي اكتب فصيح لا افكر قبل لا اكتب فصيح. اخشى من الفصيح اكثر من النبطي. النبطي بالنسبه لي موضوع سهل يعني. تعبت فيها؟ ها كنت اتكلم عن التعب والملحمي لما تكتب شيء ملحمي يعني عصرت مخي فيها. لكن كوقت لا، هي ما اخذت مني يومين كتابه. يومين لان شوف انا الشيء الوطني محارب شرس، اي شيء في بلدي محارب وعنصري واقول اللي يقول عني. لما يجي وقت ابي اكتب شيء للكويت خلاص، بس يعني ما اشوف شيء، كل شيء قفل بلوك حق كل شيء وما اشوف قدامي الا وطني. تدش بصعوبه يعني القصيده اللي بعدها شنو راح تكون؟ راح تشوف. واللي بعدها شنو راح تكون؟ ان شاء الله ان شاء الله في وشنو محضر لنا الحين؟ لا انا محضر لكم كل خير ان شاء الله. نسمع شنو تختار لنا. هذه قصيدة غزلية. اليوم إن شاء الله كل شيء راح أقوله لكم جديد إلا إن طلبتوا شيء من الغديم. ما راح أطلب أنا ولك مطلق الحرية، تفضل. تستاهلون كل شيء حصري. تستاهل الطيب. يلي عيونك مثل عين السهر خدرة، ورموشك السود لا ذمة ولا رحمة، من بسمة العام ونحيا على ذكرى. وانا الحين هم احيا على البسمة، كني اشوفك وعينك بالهوى سكر، وكني تنفس كلامك كلمة كلمة. يا رحلة العشق من مسرى الى مسرى، ويا قصة الصمت بين الوردة والنسمة، اسهر وعد السما نجمة ورا نجمة، واصبح وعدل بشاير بشرة بشرى. أما رأيت الجوى واياته الكبرى في ناظر الصب، مكتوبهم ارتسم كل داء يبرى وداء الحب، ما يبرى كل نور دونك فهو في ناظر عتمة. الله أحسنت أحسنت أحسنت. الجمهور يطلب منك أشياء مختلفة، يطلب منك أشياء تعيدها مرة ثانية لما تكون على المسرح معاهم في لقاء مباشر. اي احيانا هناك قصائد يطلبونها يكررونها.
يكررون. شنو اكثر شيء المعلم مع الناس؟ يعني اكثر شيء شو يكررون الناس او يكررون البيت الخاص في هذه القصيده؟ الغشمشم، السبع اعوام، الرزايه، المليكه، القصايد يعني اللي فيها لعب يعني طويله. اي فعرفت جمهورك شنو حاب منك؟ إيه؟ حاب اللون هذا. اي انا احيانا اكتب قصيده واحب هذه القصيده، وسبحان الله القصيده اللي انا احبها الجمهور يحبها. يوصل له بسرعه من القلب. لان انا اكتب من قلبي يعني، فاهم؟ فلما اكتب الشيء من قلبي يوصل الى الجمهور. يعني في قصائد مو من قلبك كاتبها؟ لا، في قصائد واقعها مؤلم. مؤلم. اي توصل للجمهور بسرعه. انا راح اترك بعد الفاصل قصيده في قصيده، ما راح اسال ولا سؤال، راح اتركها كلها قصيده. واصل مشاهدينا لنعود ان شاء الله، ابقوا معنا. الشاعر يوسف الشطي، تكلمت على الغزل، تكلمت على الوطني، على الواقع المؤلم اللي تقول يوصل حق الناس بشكل سريع، وانت مستغرب هذا الامر مؤلم. لكن الهجاء نادر ما اراك تهجي احد او تتكلم بهجاء رساله مبطنه. لا شوف، الهجاء اكتب الهجاء. تكتب بس نادر ما ما انشر نهائيا. اي اخاف يعني، اخاف لو فهمت بشكل خاطئ، اخاف احد يظن ان القصيده عنه هو وهي مو عنه، لذلك اتحاشى. والهجاء اذا لبس في شخص لبس خلاص ما ينسي. يعني المتنبي قتل على بسبب قصيده هجاء يعني. نعم. لذلك اتحاشى يعني اكتب هجاء. توني قبل فتره بسيطه كاتب قصيده هجاء، يعني هي هجاء ولكن هي فيها من الحكم الكثير. يعني تقصد فيها مجتمع، دول، اشخاص؟ اقصد فيها واقع. واقع 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 كويتي، خليجي، عربي؟ لا واقع الحياه كلها. احاول اوهقك انا قد ما اقدر. لا الواقع واحد في الكويت ولا في امريكا ولا في كل العالم ولا حتى في القمر، هو الواقع واحد. الحياه كل ما لها الى انحدار يعني في الاخلاقيات، في التعامل، في هذا واقع احنا نعيشه ونتالم منه يعني. للاسف. واللي يقدر يعبر يعبر، واللي ما يقدر يعبر. يوسف الشطي يقدر يعبر. اعتذر على بعض الالفاظ اللي فيها قبل لا ابدي. الكلب تباع النسع يبي ناطح له سبع، ناموا حلا منه حرار، قاموا لقى نفسه تبع يبي يدور له وضع، أزرع ولا حصل وضع من زود قعدات الحريم، ما خلل الحرمة طبع، واللي نكف عقب العهد شفيد لا منه رجع، أحد يربيها الزمان وأحد يخربها الدلع، وأحد شبع من ثم جاع، واحد عقب جوعه شبع، واحد غدا زرعه سدى، واحد حصد ما قد زرع، واحد اذا تزهم حصان، واحد كما قالوا خرع، واحد يجديها العقل، واحد يجدونه ربع، تبي لها الخير الكثير تنصح، ولكن من سمع ما يقتل الرجال كوت، المنقصوا زود الطمع ما علموه أهل اللحى، أهل المعاني والسنع، إن المراجل ما تباع ولا تشترى ولا هي سلع، وإن الفعول الكايدة بأهل الردى ما تجتمع، وإن كان الشذل بصبع فأنا مزهب له صبع، ما يدري إني لا ضربت أعرف مواضيع الوجع. صح لسانك، صح لسانك. ضرب ولا للحين؟ ها؟ اشر بصبع ولا للحين؟ انا اللي ضربت. ها يعني تغديت فيه قبل يتعشى فيك؟ ها؟ شلون عيش؟ في المواقف دائما يعني اليوم اللي تحصل خصوصا في الواقع، بما انك تتحدث عن الواقع وهو موضوع اليوم السوشيال ميديا، وانت ليس ببعيد عن هذا الموضوع، دائما تحرص بمتابعه جمهورك، بالاطلاع على كل ما هو جديد. لكن الواقع كشاعر انت وقارئ ومطلع وتعبر بنفس الوقت، الواقع مؤلم ولا احنا قاعد نكبر الموضوع اكثر من يستاهل؟ واقع السوشيال ميديا اتكلم عنه، هذا الواقع اليوم. واقع السوشيال ميديا للامانه تعيس جدا،
تعيس 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 تعيس. اللي قاعد نشوفه شيء مخجل يعني. يعني في كم من اللا أخلاقيات يعني أنزلنا إلى الوحل اللي قاعد نشوفه خصوصا الفترة الأخيرة، طريقة التصوير وطريقة الكلام والمواضيع اللي تطرح والتكريمات والتكريمات. بس هذا ترى هذا هذا بالنهاية مو ذنب الشخص اللي هو يدير البروفايل هذا، عادي مشكلة جمهور. الجمهور انت ما قاعد توعي ولا تصعد فيه ولا تثقفه ولا توعي ولا يعني ترتقي فيه. انت الجمهور تشوفه شيء تنزل وياه يعني وهو ينزل معك. وليش ما عندنا اساس؟ ليش ما عندنا ارض صلبه نوقف عليها؟ ما قبل ظهور السوشيال ميديا كانت الثقافه موجوده، احنا والادب موجود والتطوير موجود. اقول لك شيء، احنا شعوب لا نخاطب العقل. تبي اثبت لك؟ انا بتكلم عن شيء ما احب اتكلم فيه ولكن خلينا نتكلم عنه. اليوم شفت اللغط والحديث الكثير عن موضوع المرور، موضوع سحب السيارات وموضوع. من متى احنا كل سنه نسمع نفس المشكله؟ تغليظ العقوبات وتغليظ العقوبات، وبنسحب وبنسجن وبنسجن وبنسحب وسحب لياسن. كل هالكلام هذا والعقوبات غلظت، وكل عام تغلظ اكثر من العام اللي قبله. عدد الوفيات وعدد الحوادث هل قل؟ ما قل. إذن في مشكلة. شنو المشكلة؟ أنك أنت ما قاعد خاطب عقول الناس. والله على كلام الداخلية طلعوا معانا إحصائيات وذكرت الموضوع يقولون قل يوميا قاعد تقل من 4000 إلى 400. كل يوم الجرائد يحطون موتى وكل يوم قاعد يقولون في تزايد. كل الأخبار اللي قاعد تنزل إنه في تزايد. لو طلع تصريح واحد إنه مو في تزايد، في 20 تصريح غيره يقول إنه في تزايد. إنزين أنت اليوم لما شخص يطوف الإشارة الحمراء في الوقت اللي تفهمه فيه أن هذا قانونيا خطأ وراح تدفع المبلغ الفلاني ممكن تسجن، في نفس الوقت لازم تفهمه من الناحية الثانية الأخلاقية أن هذا عيب، أن هذا غلط، أن هذا إنسانيا ممكن تقتل أسرة كاملة. وحصلت في أسر كاملة، أسرة كاملة ريال قاعد ينطر أهله بالبيت قالوا له ماكو أهل، راحوا كلهم. الجانب التوعوي هذا التثقيفي فاقدينه. مو بس احنا ما نتكلم عن الداخليه، ولكن نتكلم في اغلب. قاعد اقول لك انت لازم تخاطب الناس مش في القانون بس، حتى انسانيا عاطفيا. انت شلون تلامس الناس؟ تلامس قلوبهم وتلامس عقولهم. حدث عقولهم بما يعقل وخاطب مشاعرهم بالشيء اللي يلمس قلوبهم. لما انت توصل له ان انت فعلا في احتماليه كبيره ان انت لما تتعدى الاشاره الحمراء ممكن تقتل عائله كامله، هذا راح يتراجع ألف مرة قبل لا يفكر إنه يطوف الإشارة الحمراء. فإحنا محتاجين توعية. إحنا التوعية عندنا محدودة. مش بس أنا قاعد أعطيك مثال. لكن إحنا نتكلم نرجع للموضوع السوشيال ميديا. محتاجين نوعي الناس. الناس كل ما لها تراب لتحت في الحدار. إحنا نبي حديث القلب وحديث المشاعر، وبنفس الوقت يكون حديث العقل. لون عينك يشبه أجمل ذكرياتي، والحقيقة أنك أجمل ذكرياتي. ردي روحي ورجعي، ما بقى من غصني الشاحب ورق. حضني خالي من حنانك وجفني كحلها الأرق. يا ما قلت أني نسيت، يا ما قلت أني نسيت وما نسيت. يا ما قالوا الناس عنك وأنا ساكت ما حجيت. هذا جرحك يسكن بروحي عطر، ما بارح ذكرك حشاش وما عرف معنى السفر. وأنا أدري، أنا أدري كل ما مريت بالك تحسبين أني بجيت، تحسبين أني بجيت وما بجيت. حتى لا تبكي البلابل، وحتى لا يحزن صباح، وحتى لا أنثر جروحي في سنا حسن الجراح. هذا معنى الحب عندي، كنت دوني أو بدوني. وردة بيضة في حشاش وفي عيوني، نور جنة وجنة مرسومة بنور. قصة العشق اللي لبس موطني الفارغ حضور. وانت غير الناس والله، وأنا جرح الحب كله
لو سكت وما بجيت حتى لو قالوا ما نسيت أنا عمري ما نسيت أنا عمري ما نسيت. سلام عليكم. صح لسانك أحسنت. فاصل مشاهدين وراجعين لكم إن شاء الله تبعدون. المرأة معذبتك أم ملهمتك؟ ما لا تعذب البشرية كلها، كلهم ماتوا والسب الحريم. أنت عمرك شفت واحد من العشاق هذا تم عايش والمرأة ميتة؟ عشاق وغير عشاق صراحة. كله مجنون ليلى على كله 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 حريم راحوا وتزوجها وعاشها وسافرها وردها والرجال ماتوا مساكين مدفونين بالبر حتى ما تدري وين مدفونين. لا تزوره ولا تقرا فاتحة عليه ولا تقرا شيء. يعني قلب الرجل عاطفي أكثر من المرأة؟ يعني شوف الرجل إذا حب يعني مالك شغل الرجال يمشي يطالع هني وهني، لكن قلبه يتعلق بمرأة واحدة. المرأة لا تمشي وين مصلحتها ولا مصلحتها، فعادي يعني هذا على العموم، هذا يعني بالمجمل. واحنا نقول الكويتي النادر في حكم العدم، المرأة دائما ترى مصلحتها خلاص فل ستوب مصلحتها. كان يحبها واحد فقير مسكين يا واحد مثلا شو اسمه ركضت راحت. بس يا محريم عاشوا مع فقارة ومساكين وتحملوا الضيم والظلايم وتحملوا العيشة هذا ولما الله أغناه راح خذ واحدة ثانية وخلاها مسكينة. أنا حاجيك كشاعر، أنا أقول لك كشاعر الشعراء العشاق اللي حبوا كلهم ماتوا قبل الحريم، والحريم راحوا وتزوجوا ونسوا الدنيا وعيلوا وهذا وهدوهم ولا سألوا فيهم. ولكن التاريخ ذكر منه ذكر عشاق أكثر، لأن ماتوا من أجل مبدأ. يعني أنت اليوم يعني ما تحب؟ أنا؟ ما في رجل ما يحب، بس أنا أحب نفسي أكثر من كل شيء. أكثر من المرأة؟ أي أنا أول شيء أحب نفسي. خايف من الموت مبكر ولا خايف من التاريخ ما يذكره؟ مع العمر ومع التجارب اكتشفت أن أكثر شيء لازم أحبه هو نفسي، فأنا ما أحب أحد أكثر من نفسي. نعم أي يمكن أحب عيالي أكثر من نفسي فقط، عدا ذلك ما في أحد يستحق أن أنا أحبه أكثر من نفسي. إيش فادك هالأمر فيه؟ حب النفس إيش فادك؟ النفس أن أنا أعيش بسلام مع نفسي، ان انا استمتع بالحياه حتى لو زعل عليك غيرك واقرب الناس لك وتضايق من هالتصرف. انا حبيب ويا الكل. اي بس ما احب نفسي كثر من غيرك. لا احب نفسي مو بانانيه، احب نفسي ان انا اعشق ذاتي يعني، بس ما احب نفسي بشكل يعني يتفسر ان انانيه، لكن لا اعيش بحاله سلام وتصالح مع نفسي مرتاح مستمر في هالشيء. مستمر جدا. وهالمره ايش تبي تقول لها؟ شيء معذب ولا شيء لطيف؟ لا احنا مره ما عندنا لها الا شيء لطيف، تأذينا واحنا نكتفي شيء لطيف. شو تختار لنا يا وزن؟ بختار لكم قصيده يعني مو غزليه، قصيده عن حال الدنيا واقع الدنيا. خلك اسد لا صار قدامك اسد، والدون يلقى له مع القطعان دون. وخلك عزيز من المهد حتى اللحد، اذاع لك صيتك وعمرك ما تهون. وخلك إذا دارت دوايرها وتد، وعين الذي يحتاج لك والضيق عون. خلك عرمرم لا برز خصمك جمد، وخلك مع اللي يضربون ويجعون. لا تخاف من حاسد إلى منه حسد، الناس من خلقتهم بس يحسدون. كل ربي يكفيني وبارك لي وزن. ربك يهب من حيث ما لا تعلمون، واعرف عدوك تعرف حساب العدد، واشتر بروحك من يصون وما يخون. وان ضاقت بلادك صواديف وكمد، اركب على متن النعايم والضعون. غربة بلد اهون من الظلم والبلد، غربة بلد أهون من الظلم في بلد. والعز يا أنك تكون أو ما تكون، وحاجة رجل محتاج في عمره لحد، أقسى من أضماح الخوي بين المتون. ليت الزمان اللي رحل لو هو يرد، يا كثر ما قد كان في عيني حنون. دارت ولا باقي على الكثرة سنت، اللي على روحه اللي أصكت تموت. سلام. أحسنت. متجه للغناء، متجه للشيلات ولا الأجواء هذه؟ شيلات لا بعيد عنها نهائيا، غناء معظم تعاملي ويا بالشعب.
لأن أخوي وأنا متواصل وياه دائما في القصائد والهذا، يعني عندي تواصل وياه. أما التواجد في الساحة الغنائية فهو قليل، يعني مثلا أن بشار هو يغني لك، ملاقي أحد ثاني يغني لك مثلا؟ لا أنا ما قاعد أعرض كلامي، لكن أنا موجود، اللي يبي شيء مني أنا حاضر. فهمت يعني؟ إذا في أحد أنت تلتقي معاهم يعني بالمجتمع مالكم، مجتمع الشعراء؟ لا 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 لا, لا, لا قليل التواجد أنا في الساحة الغنائية، قليل التواجد جدا. حتى بشار الحين المكتب ولا الاستديو إذا ما عندي شغل ما أروح. وأخوي عندي شغل معاه رحت وقت بس تركيب الصوت، ما عندي شغل ما أروح. فهذا التواجد في في في, في الساحة الغنائية أنا قليل التواجد جدا. وقابل أنت بهذا الشيء؟ إيه يعني قابل، مقتنع. لأن بصراحة يعني أشوفها مهينة إن أنا قاعد أفترض من مطرب إلى مطرب إلى مطرب، أنا أراها مهينة يعني. طيب لجان التحكيم للشعراء وغيره ما شفنا يوسف الشطي فيها، ما عرض هذا الأمر؟ أم أنك أنت ما تلاقي نفسك يوم الأيام بلجنة التحكيم مثلا، أنك أنت تحكم الآخرين؟ لا أشوف نفسي أحكم، ولكن ما عرض علي الأمانة، ولا أعتقد راح يعرض علي، ولا أشوف أن هذا. ليش ما تعتقد يعني؟ في لأن الناس القائمين على الساحة الشعبية بشكل أو بآخر لفترة طويلة حاربوني يعني. هم نفسهم حاربوك؟ إيه هم نفسهم حاربوني، ترى أنا أخذت حقي من حلوجهم. لو ما في سوشيال ميديا كان مو موجود اليوم. ليش يحاربونك؟ يحاربوني لأن أنا حظي مو محسوب على أحد. معقول الكلام؟ ما زال كان موجود. تبي أكذب عليك؟ في مجلات كاملة كاملة يعني من طلعت لين سكرت ما شرت لي قصيدة. أنا ماني متنبي الشعر النبطي، ولكن أنا ماني الرقم الأخير، فاهم؟ وأنا حسب الناس اللي يشوفه أنا من الشعراء المميزين المنطقة. فأنت لما أنت يعني 10 سنوات ما تنشر لي قصيدة ولا ما تأخذني مهرجان، شنو معناته؟ معناته أنت ما تبيني. وإحنا نبيك. أنا حطكم عيوني وفوق راسي أتشرف فيكم، ولا ليش أنا عندكم؟ والساعة المباركة، وتشرفنا وسعدنا بلقائنا معك، وأترك لك كلمة الختام بشكل سريع. شنو حاب تقول ختاما؟ أشكركم، مشكورين، ويعطيكم ألف عافية، وسامحوني على القصور. ما جيت بقصور، مشكور ما قصرت. كل الشكر لضيفنا الكريم اللي نورنا اليوم في ختام هذا اللقاء الختامة مسك، الشاعر الجميل يوسف الشطي. يوسف الشطي علامة فارقة بعالم الشعر والشعراء، أراد من أراد وأبى من أبى. وصلنا معكم للختام، تقبلوا تحياتي معك براشد حسن، تصبحون على من صاحب الأبدان. إلى اللقاء.